إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون بالله ورسوله، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم. أيها المؤمنون بالله ورسوله، خطبتنا اليوم تتعلق بأن الدين النصيحة. إخواني، أولا أن نعرف ما هو الدين. الدين هو ما شرعه الله على لسان النبي من الأحكام كمعرفة صفات الله والصلاة والصيام والزكاة والحج. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن أحب عباد الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى أنصحهم لعباده. أيها المؤمنون بالله ورسوله، كونوا من الناصحين ولا تكونوا من المنفرين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لأن القول اللين من شعائر الدين ومن شعائر الدعوة، ولذا أمر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام هذا القول اللين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى من عليه الرحمة والرأفة واللينة، حيث قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن النصيحة من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه المسلم في صحيحه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله،
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أوصيكم النفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أنكم مجزيون بأعمالكم ومحاسبون على أقوالكم وأفعالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا سيأتي يوم عليكم يقال فيه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمركم بالصلاة والسلام عليه تعظيما وتكريما، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي كأجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين، اللهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الحساب ونجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. ولا ريال غضبه إنما أنت وحيكو تعلق إيسي الدين والنصيحة وقت يوكوان أوغيس غضبه إنما وحيكو تعلق إيسي الدين والنصيحة. الدين والنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام أيان نغو الرميوحو يهي مرك ولا ليالو حالو باهن يهي قفك سلوغ باهن يهي إنو دينك أو ددك أو أغو نصيحيو أو نكمد أهان دينك ددك كعراريو مهاجر مانته يوم القيامة وكميد هاي دينك وحيابها اللي سويدها وإن أدك عمل فشي ضد كان آد قارسيسي. مهاجر نبيك عليه الصلاة والسلام وحوليها الدين النصيحة، دينك هو النصيحة وليها نبيك عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير قلنا لمن دينك يو نصيحة وياه، نبيك عليه الصلاة والسلام وحوك جوابي قال لله، دينك هو نصيحة وياه إلهي ونصيحة وياه. إلهي مرك الدين كسونا سيحويها ومرك كوبادورت أن تؤمن بالله مرك كوبادورت إلهي إنا رميس، وأن تؤمن بالله مرك كوبادورت إنا إلهي رميس.
وأمرك اللماد إله إلهي إنا كأنفس شريك إنا كأنفس وأمرك سدحات عبادة إنا إلهي أبرحترت مركز أياوح عن غيس غف إلهي رمي مرك ولا لي النبي عليه الصلاة والسلام حسير مركز دنا ولكتابه دينك وحونا صحويه كتابك إلهي ونصحويه كتابك إلهي دينك وحونا صحويه مركز كباترت كتابك إنا رميس مرك اللماد هدنا والعمل بما فيه كتابك وحكو نحصغان إنادكو عمل فشيد إلا هذا كتابك ورميت إلا هذا دنا وحكو نحصغان آنوكو عمل فلين وحي كدقان تهي أذيقو رمينيو كالي كدقان تهي واد ومركز الدحاد نبي عليه الصلاة والسلام حويري ولكتابه ولرسوله دينك وحاك لو نسيح أويه رسولك إلهي أيو نسيح أويه رسولك وحو نسيح أويه ومركز كوادرت نبي إنا رميس عليه الصلاة والسلام وأمرك الله ما هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو نو كان سوية أو غلط هدي من هي هذه النبي عليه الصلاة والسلام محياه أو رهاوي إن أكره بتونت هدي ما مراده النبي عليه الصلاة والسلام هو أمرنا هذا أفر تونت أو أمرك أو غلط واد وأمرك سد النبي عليه الصلاة أو أفر دحور النبي عليه الصلاة والسلام ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين مسلمين تهجان كود أيو دينك أو نصيحة دحور النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين تهجان كود الدين كوحون نصيحة أقوية هاي إن مرك كوباد هرت أمر كي شجعان هرت الله قاتو هذونا معصية أونا نهائي وهذا النبي عليه الصلاة والسلام حول الأضاعة اللي مغلوق في معصية الخالق لو أضيع مايو مغلوق لو أضيع مايو وح إلهي لو عاصي هاي وحال الرب أمرك النبي عليه الصلاة والسلام سو نو توجيه هاي دينته بريتان كذا إنا حياة أو فرطانه نبي عليه الصلاة والسلام مركز عقوقة ماي وعامته مسلمين تعامضوا أيو دين كأون نصيحة وياه عامضوا وحوا أيوة إن لقو توجيهه أو لقو إرشاد يدينك لما هاجر قفك عام جا وحال الربع سيد دت كان كلو وحي قان لقو شيء جا سيا هنا وحال لقو شيء جا مهاجر أصلا فول فرت لقى مصاري كرو هذا حكاية أو حياة كتاب أربعين كشرح يسوع دقاه حسن إيه حسين بن علي رضي الله عنهما أي مال مال ما كمل حي وحي وحي أركانين أو يسقال هاي أركان نكر وحواي عامي واي مركز سوي حيرة نكان أو يسقال شو هاي سوي سقال كيس كوها جاجنا إلا وأركينا إنه كهلي سن هاي هل كذا مركز متك كلو حوير نكان واي توجيه هنا هرت مركز هذا صح حكيم كده جينا هيرين وأصاب بهن مركز وأوي مدين مركز أوي مدين أيو حيرين يا شيخ إن نريد أن نتوضأ هيرين مركز هذا حيرين هرت وح كارم نهيرين دغو إنا أنا كوي ووي سقادين هل كسوة كمدينا ووي سقادين أرهمنا وحاسكو هاي سنة ووي سقاد كينا أنا قاسحان إيا أنا قاسحان أسكو هاي سنة بل نهورتو حير النوع الدهلا فالو نفير بل مد كمدها مرك ووي سقاد تأسي وفيري هاي مرك ووي سقاد كواها جي أواسمي اللي أول باسحابة كم مغنيني مد كلاها دان أسينا سيدي يوكال أمري مرك أسدوقي مرك وفيري شلا ما دان نحابة شواب أسكو مدي أدنا حاكمي بكو صوتنا وتانا سيوا حكيه مرك أسو حويري وافهموا للمدين إنها سحنتين لكن هلك أو حك قلدين هاي إن أنا جاها وافهموا لكن ويسقاط حور هدا حاجة جهة إذا كان علم يقاط مركب حال الربع عام جساس إن له توجيه يا الربع ما عن فرق فرط فرق إن لجس عرماء هذا ما أنت إن بدل وحارك إن عيال كان أركي سواد مغادرات كعناي والد كأصابة أنت بدل ما هاجر والد كعنق هدو جاركو إيه توان سنة أما زيد إيه توان سنة أنا أنتي سما عن قل إن القوة ما هاجر وحال الربع عنق إن له حاجة جيو أو سيد لو توجيهها اللي أقعده ما هنا ما عن قل إن لجوها يجي خليه ما المال ما كمدها وحاير عنقها وحاير ويسقاطك